جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم قول القائل في دعائه: يا رحمة الله انزلي بي، يا فرج الله، يا لطف الله، يا قدرة الله، وغير ذلك؟ الذي يدعى هو الله، ما تدعى الصفة. لا يقال يا رحمة الله، يا وجه الله، يا قدرة الله، ما يجوز هذا، بل يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم.